مش هننسى زيارة السيد رئيس الجمهورية وتعليماته بعدم إزالة المنطقة بالكامل بشرط تطوير المنطقة وتنمية المنطقة وعدم إقامة أو أي مخالفات جديدة في المنطقة عشان ما نبوظش اللي احنا بنعمله. ده أهم حاجة بنشير ليها، وإحنا متأكدين إحنا من ساعة توجيه القيادة السياسية وسيادة الرئيس ما فيش أي مخالفات في المنطقة، والنهارده إشارة البلد للتطوير الفعلي والحقيقي اللي احنا وعدنا بيه وسيادة الرئيس وعد بيه وبدأنا ننفذه بالفعل. 100 كاملة الأسبوع الجاي هيتم توقيع بروتوكول مع جامعة اسكندرية، هيشارك أكثر من 13 جامعة في تنمية قرية الأحرار، وهيتم فيها كل كلية في مجالها هيتم تدريب مهني لكل المرأة المعيلة في القرية. احنا عايزين مشروع تطوير شامل للقرية، ابتدينا ندور على منظمات المجتمع المدني التمويل والخدمات كتير من الخدمات اللي متقدمه. فالحقيقه المشروع لتطوير القريه كان ممثل لشراكه كبيره ما بين العديد من منظمات المجتمع المدني والدوله. بصراحه لوتري يعني جاي بواجب محافظه اسكندريه فرحه عارمه لاهالي قريه الاحرار. كان سابقا باب العبيد سميت قريه الاحرار باسم السيد الرئيس الجمهوري عبد الفتاح السيسي، سماها قريه الاحرار، وتعهد السيد المحافظ الوزير محافظ اسكندريه ان يشيل العاتق على كتفه. بعد الدراسه واحتياجات القريه احنا هنعمل تطهير ل 45 منزل وتوصيل مياه ل 250 منزل لقرى الاحرار وقرى الجوره. استلم تجاري توزيع تمام. انا عاوز بس